يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نشكر القائمين على هذا المسجد، مسجد الحمد لله قريبا إن شاء الله سيتم الافتتاح، والحمد لله احنا من رواد هذا المسجد، مسجد الاستقلال. نتمنى التوفيق ونشكر القائمين على هذا المسجد وعلى جهدهم وبوركتم في أعمالكم، وإن شاء الله يكون ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. الحمد لله شعورنا السعادة والفرح، وسعيد جدا من إن شاء الله من رواد هذا المسجد وبوركتم وجزاكم الله كل خير. كان لي أصدقاء من أندونيسيا، من جاكرتا ومن سومطرة، والحمد لله يعني الحمد لله نعتز بإسلامكم، وأندونيسيا بلد إسلامي الحمد لله.